ألف مبروك وربنا يتم بخير وإن شاء الله حياة سعيدة وأسمع سالفة كبيرة جدا من كل ضيوفنا. ده آخر فرح هعمله. آه والله أنا بطلت أفراح، بس باسل سماقية عزيز عليا قوي. كلام جه على لسان الهضبة عمرو دياب في فرح بنت باسل سماقية عشان يعلن عن اعتزاله إحياء الأفراح بصفة عامة. قرار عمرو دياب اتسبب في ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وكمان بين الفانز بتوعه. فتعالوا معايا أعرفكم ليه الهضبة قرر إنه يعتزل إحياء الأفراح تماما، ويا ترى بياخد كام بالظبط في أي حفل زفاف كان بيغني فيه. تابعوا بقى معانا الفيديو ده وهتعرفوا كل حاجة من طقطة لسلام عليكم. قرر الفنان عمرو دياب بشكل مفاجئ اعتزال الظهور في الأفراح وإحيائها تماماً. الهضبة أعلن عن الخبر ده خلال حفل زفاف بنت رجل الأعمال باسل سماقية صاحب شركة كوتونيل. الفرح كان ماشي زي الفل وتمام التمام، العريس والعروسة فرحانين وعمرو دياب بيغني، بس في وسط الفقرة بتاعته قال فجأة كده وهو على المسرح: ده آخر فرح أعمله. آه والله أنا بطلت أفراح، بس باسل سماقية عزيز عليا قوي. وطبعا بعدها انتشر خبر اعتزال عمرو دياب إحياء الأفراح في مصر بصفة عامة، وقعد بقى ناس كتير يسألوا من الفانز بتوع الهضبة ليه عمرو دياب مش عايز يعمل أفراح مع إنه بياخد مقابل مادي خرافي في أي فرح ممكن يعمله. مجموعة كبيرة من الناس قالت إن الهضبة عمرو دياب قرر إنه ما يعملش أفراح تاني بسبب الموقف اللي كان اتعرض له من كام شهر لما كان بيحيي فرح بنت المنتج محمد السعدي على ابن رجل الأعمال منصور عامر. وساعتها حاول شاب من الشباب إنه يتصور مع سيلفي، بس الولد ضايقه فراح الهضبة لسعه بالقلم على وشه. وطبعا القصة دي سببت أزمة كبيرة قوي للهضبة، وراح الولد رفع قضية ضد عمرو دياب. معظم الناس أكدت إن الهضبة بسبب الموقف ده قرر إنه ما يغنيش في أي أفراح تاني مهما كان المقابل المادي بتاعها، رغم إنه في كلام بيقول إن أجره وصل لستة مليون جنيه في أي فرح بيروح يحييه، رقم خرافي طبعاً. ومع ذلك الهضبة قرر يشتري راحة باله مهما كانت الفلوس اللي ممكن يكسبها. فرح باسل سماقية كان من يومين فاتوا، وحضروا كمان مجموعة كبيرة من النجوم والمشاهير اللي في مصر زي كده هنا الزاهد، وكمان أيتن عامر وبوسي شلبي وهاني رمزي وزوجته، وكمان جمال العدل وسوزان نجم الدين. العروسة اسمها فلك باسل سماقية، اتخرجت من أكاديمية من الأكاديميات المصرية سنة 2017، كمان كانت احتفلت في يونيو اللي فات بخطوبتها اللي اتعملت في حفلة أسطورية بحضور مجموعة كبيرة من مشاهير الفن والغنى، وغنت كمان في خطوبتها نانسي عجرم وكمان روبي. أما بقى العريس فهو رجل الأعمال عمرو قباني، وظهرت العروسة بفستان زفاف بيلمع ومنفوش، عملت كمان تسريحة شعر انسيابية مع لمسات بسيطة جدا مع المكياج بيبين جمال ملامحها. وكمان في النهاية تفتكروا بقى هل ممكن عمرو دياب يرجع يغني تاني في الأفراح ولا خلاص كده؟ اكتبوا لنا بقى انتوا كمان رأيكم في التعليقات.